كنت نصحت كل الناس في اكتر من فيديو عملته انه لو انت بتعاني من ارتفاع ضغط الدم وشايف ان ده يعني مش مؤثر عليك قوي وانه بسيط وانه مش بيرتفع بدرجة مخيفة فعادي، لا احب اقولك انه مش عادي. احب اقولك ان اللي قدامك ده قعد 20 يوم في رعاية مركزة في وحدة اسمها السكتة الدماغية بسبب نزيف في المخ نتيجة لارتفاع ضغط الدم. تعال احكي لكم الحكاية كلها من اولها، ومن سنة فاتت كانت ايه اللي بيحصل وكنت ايه اللي بحس بيه لحد ما وصلت لمرحلة نزيف المخ. انا كنت في الاول شايف انه عادي جدا ان ممكن ضغطي على شوية، وان لما الاقي ضغطي مثلا 160 على 90 او على 100 عادي، يعني عادي هتشرب شوية كركديه، هتعمل شوية حاجات كده خفيفة والموضوع خلاص ويبقى كويس ومفيش مشكلة ومش هتحس باي قلق يعني. وفعلا قضيت سنة كاملة باخد دواء للكلى اسمه كارديورا. الدواء ده فعليا دكتور مسالك بولية هو اللي كان كاتبه لي يعني للكلى، ولكن هو فعليا هو ضعيف جدا ومبيأثرش على الضغط ومبينزلش الضغط قوي. وكان طول السنة اللي فاتت تقريبا كل ما يقيس ضغط او احس بألم في مؤخرة راسي من هنا كده من ورا كده كنت بحس انه ده ألم عادي، يعني ايه المشكلة يعني. اروح اقيس ضغط صدفة يعني مش في دماغي الموضوع بصراحة يعني. اجي اروح اقيس ضغط الاقي ضغطي 160 على 100، الاقي ضغطي 160 على 110، والراجل يقول لي يعني انت ضغطك عالي بس مش قوي، اللي هو الصيدلي. وانا كنت شايف خلاص يعني ما فيش ازمة، ضغطك عالي بس مش قوي. المهم رحت للدكتور تاني وحاولت افهم مشكلة الضغط دي ايه. فانا كان عندي مشكلة بشكل عام في الكلى، والمشكلة دي بتأثر بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم. المهم كله قال لي ان الدواء ده ضعيف، كلمت الاستشاري الكبير اللي انا هقول اسمه في اخر سلسلة خالص، يعني انا هعمل 3 اجزاء هقول اسمه في الاخر عشان اوعي الناس واخلي الناس ياخدوا بالهم من الدكتور ده. المهم قال لي لا كارديورا كويس ومغيروش، لان ده هو ده احسن حاجة ليك عشان انت عندك مشكلة في الكلى. حاضر تمام يا دكتور. لحد ما جيت في يوم بصور وعندي شغل، مرة واحدة فوجئت لقيت نفسي بدوخ وبدوخ جامد يعني، وقعت. وبعدين كلمت حد اعرفه وقلت له انا تعبان جدا. فبالصدفة انا كنت بصور في مستشفى وشخص عزيز عليا جدا هو يعني صاحب المستشفى دي، سرعة طوارئ ودخلني على اوضة وطلع لي الطوارئ وكل حاجة تمت في سرعة جدا. ضغطي كان كام بقى؟ 220 على 130. ودي كانت الصدمة، اني مشيت طبعا قاعد ينزلوا لي في الضغط يحاولوا ينقذوا بسرعة الموضوع، بيعملوا لي رسم قلب، عملوا كل الحاجات اللي ممكن طوارئ محترمة تعملها. مشيت من عندهم، كان يوم خميس، مشيت من عندهم يعني احسن شوية، بس حاسس بدأت احس بقى ان في الم في دماغي جديد عليا، يعني الم من نوع جديد ما حسيتوش قبل كده. رحت طلعت تاني يوم يوم الجمعة على المستشفى الجوي اللي في التجمع. وبالمناسبة بنصح اي حد حقيقي والله بجد ما يعتمدش اعتماد تماما على المستشفى الجوي اللي في التجمع، لانه مش بشهادتي او مش بكلامي، اغلبية الناس اللي تعاملوا مع المستشفى الجوي للأسف تشخيص غلط، وللأسف بيمشوهم وهم عندهم مشكلة كبيرة. وصلت المستشفى الجوي قلت للدكتور يا دكتور انا ضغطي عالي بس حاسس بألم في دماغي مش طبيعي. قعدنا 4 ساعات، دكتور الطوارئ جالي حرك ايدك حرك عينك حرك راسك حرك 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 كل عمل ده. حاضر. راح ركب لي محاليل وركب لي حاجات وقال لي ما فاكش اي حاجة. فعليا قعدت 3 ساعات في المستشفى الجوي. طيب ايه التشخيص بقى؟ ارتفاع ضغط الدم. يا دكتور انا دماغي فيها حاجة. قال لي ارتفاع ضغط الدم. شكرا. 3 ساعات في المستشفى الجوي مشيت، فاهل مراتي قريبين من المستشفى، رحت على هناك لقيت نفسي مش قادر، وانا مش من النوع اللي بعرف انام عند حد يعني، ما بعرفش انام يعني، بروح عند بيت حد ما بعرفش انام، خدش راحتي غير في بيتي يعني. نمت من التعب ومن الارهاق نمت. لحد ما جيت تاني يوم
قمت من نومي مش مبسوط. في نقطة نسيت أقولها، أنا رحت لدكتور قلب عشان يشوف لي موضوع الضغط، قال لي مفيكش حاجة، هو ارتفاع الضغط بس، أنا بشرح كلام مهم للي عنده مشكلة في الضغط يركز. قال لي معندكش مشكلة، هو شوية ارتفاع ضغط بس هنظبطه، وبرضه الدواء اللي اسمه كارديور اللي هو الدكتور الأولاني اللي أنا هقول اسمه في الآخر خالص ضعيف، قال لي برضه الدواء ده ضعيف ما تعتمدش عليه وما تاخدش ان الدواء ده هو الاساس، يعني لازم تغيره. رحت عند دكتور المخ والاعصاب يوم السبت لاني ما ارتحتش، من على فيزيتا طلبت الرقم، تك 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 اتصلت خدت ميعاد، رحت للدكتور قال لي في الاول ده ضغط عادي جدا، اسمه دكتور حازم ربنا يبارك له، حقيقي ربنا يبارك له، و قال لي اعمل اشعة على المخ. رحت عملت اشعة على المخ، هنا اكتشفنا ان حصل نزيف في المخ وان لازم اتوجه بسرعة لوحدة السكتة الدماغية في القصر العيني. لحد هنا الجزء ده يخلص، والجزء التاني هشرح اللي حصل من بداية دخول القصر العيني للاستمرار لحد قبل ما اعمل عملية كبيرة، كل ده بسبب الإهمال في ضغط الدم أو علاج ارتفاع ضغط الدم. شكرا للجزء الأول، انتظر الجزء الثاني إن شاء الله.